الكارثة في مصر آخر 30 40 سنة تحديدا، كل الناس اللي كانت بالنسبة لنا مثل أعلى من أسوأ، أو هو أغلبهم، مش عايز أعمم يعني، بقى دايما النجم اللي عندك الكبير قوي هو لاعب كرة، مع كل احترام لكل المهن، أو راقصة أو مطرب أو ممثل أو غيره. لكن العلماء كان نصيبهم قليل قوي، المثقفين نصيب قليل جدا، المبدعين المصنعين قليل، التاجر عندك كان أقوى دايما من المصنع، رغم إن الأساس في التصنيع. بعنا مصانع، كل القلاع الصناعية اللي كانت موجودة في مصر في الخمسينات والستينات اللي عملها المهندس عزيز صدقي أبو الصناعة المصرية، كلها اتباعت مصانع خردة، وفي خصخصة القطاع الخاص في التسعينات والألفينات. فالقصة دي كلها احنا دلوقتي عمالين احنا بنحاول نعالجها. فالدولة ده توجه جميل جدا تيجي من الرئيس نفسه اللي هو أعلى سلطة في الدولة، إن هو بيكرم هذه النوعيات وهذه النماذج، يقول للناس هم دول النجوم ومحتاجين نشوف زيهم في كل مجال. انا على مستوى متواضع جدا عندي في البرنامج بتاعي بتاع راديو هيتس اللي هو تفائل كل يوم الصبح، بحرص ان انا دايما الضيف اللي عندي يوم الخميس دايما يكون شخصيه من هذه النوعيات، شخصيه بطله بالمقاييس بتاعتنا، زيي وزيك وزي الناس الطبيعيه اللي زينا، اللي هو يعني عادي جدا بس هو بطل في النطاق بتاعه، تاثيره ايجابي، ما بيغلطش، ما بيقلش ادب، ما بيشتمش، بيشتغل بجديه وبيتحدى كل الصعاب والعراقيل من غير ما يكون وراه اسطول من المال ولا الخدم ولا الحشم ولا غيره، بيعملها بجد بحق ربنا. فاعتقادي ان الرئيس بيركز على هذه النوعيات نقطه مهمه جدا، وكمان الاهتمام الرهيب بالتعليم في المده اللي جايه والتركيز عليه هو ده اللي بيوصل رساله، احنا مش عايزين النجوميه السريعه، مش عايزين الحاجه اللي هي ايه اضرب واجري او فرقعه. فاعتقادي دي رساله في غايه الاهميه من السيد الرئيس يعني. لا يفتى ومالك في المتين. اللي عامله دكتور طارق نظام عبقري، دكتور طارق ما شاء الله عنده خبرات جميله جدا على مدى سنين طويله في اليونسكو، في اكبر منظمه للثقافه والتعليم في العالم الامم المتحده، وطبق افكار كثيره جدا في اماكن كثيره، وهو المنظومه بتاعته جميله جدا. هو نمره واحد بيقول لك الاساس مش الامتحانات، الناس اللي بتنجح او بتسقط في ثانويه عامه مش بتسقط في معرفه، بتنجح او بتسقط في اسلوب امتحان، اسلوب امتحان. انت قدرت، في ناس ما عندهاش قدره على الحفظ مهما حاولت معاها، وفي ناس تحفظ مش عارفه تفهم، ده أسوأ ما يمكن، وفي ناس متعوده على الصبر الساعات الاربع خمس ساعات، في ناس ثانيه ما يستحملش ساعه. اذا انت بتختبر قدرات خاطئه عند الناس، نمره واحد. نمره اثنين، تعريف كليات القمه وغير القمه ده مش مظبوط، هي لازم مرتبطه بسوق العماله، انت محتاج وظائف قد ايه في انهي قطاعات في انهي مدن وهكذا، فلازم تربطها كلها مع بعض. نمره ثلاثه، هو مهتم جدا باعداد المدارس عشان يكون اعداد الاطفال في الفصول او الطلبه في الفصول ادميه تسمح ان كل واحد يتعلم بجد. اربعه، هو مهتم جدا بالمعرفه بصورتها الاشمل والعامه، مفيش حكايه حفظ وكتب كتيره جدا، لكن في بنك المعرفه المصري اللي هو بيوفر يعني كل انواع المعلومات من كل القطاعات والمجالات لكل الطلبه المصريين بصفه عامه. دي نقطه تانية مهمه قوي. بيقول لك كمان ان انت لما تيجي تخش جامعه معينه او كليه معينه هي محتاجه يكون في اختبارات خاصه بهذه الكليه، انت عندك قدرات خاصه بهذا المجال ولا لا عشان ما تحرقش فيه. ادي المنظومه بشكل مبسط جدا، وبيحاول يغير في كمان في منظومه اللي هي الدرجات والارقام، ان لو بقى في جزء مرتبط بالجامعه اللي انت تدخلها يبقى تاثير المدرسين والدروس الخصوصيه مش مظبوط. بيبص كمان على المنظومه بتاعت مرتبات المدرسين، عشان المدرس ياخد مرتب ادامي يستحق فساعتها ما يضطرش ياخد فلوس دروس خصوصيه، وعشان كده بدا من السنه اللي فاتت، انا فاكر بقاله سنتين كمان من ساعه ما تولى في المجالس الرئاسيه، بدا يعمل مشروع المعلم اولا، في 10,000 معلم تم تدريبهم بشكل قوي. احنا عندنا مشكله كبيره جدا برضه يا محمد، ان احنا بنقول ايه، نقول انا باخد 1000 جنيه دي مش كفايه، لازم حد ادنى المرتبات. العالم ما فيهوش حد ادنى المرتبات، العالم عنده في حاجه اسمها اعانه بطاله، لكن المرتب مرتبط بالانتاجيه، فانت عشان تاخد 2000 جنيه لازم تكون بتعمل اللي يساوي 2000 جنيه. فهو دلوقتي بيؤهل المعلمين عشان المعلم يستاهل ياخد 5000 و6000، لكن ان معلم النهارده بياخد 500 جنيه في المدرسه هو يستاهل كده، انه ما بيروحش ولا بيدي بكل ما عنده ولا غيره، وبياخد بعد كده 10,000 دروس خصوصيه، والدروس دي ما بيعملش حاجه اضافيه، ده بيعمل المفروض يعمله في المدرسه، زائد بيزق على الحاجات اللي معروفه تيجي في الامتحانات. ده مش تعليم، ما طورتش طريقه تفكير ولا وعي ولا معرفه ولا اي حاجه. فاعتقادي المنظومه اللي الدكتور طارق شغال فيها ربنا يكرمه فيها يعني من اجمل ما يمكن، وواقعيه جدا، وهتشيل ضغوط كثيره جدا من على افراد الشعب باذن الله. طيب.